بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. يا سادة، هو ده الزخم اللي بيحصل في بلدنا، مليئة بالأحداث التي في الحقيقة بنقوم فيها بواجبنا، مش بس تجاه بلدنا وتجاه منطقتنا، لكن كمان تجاه الإنسانية كلها. لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا لازم يكون عندنا اهتمام بإنسانية الإنسان. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المؤمن من أمنه الناس، وأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فعلى طول احنا مهتمين دائما بكل القضايا الإنسانية، ما بنقفش عند قضية فقط التنمية المحلية والتنمية الوطنية، لكن كمان بنسعى إلى الكلام عن التحضر الإنساني. وما فيش مانع خالص أن كل معايير التحضر نكون احنا على نفس القدم ونفس القوة في كل معايير التحضر الموجودة في العالم كله. لأن في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن احنا نعيش مع الناس ونندمج مع الناس، وكمان نضع لبنات في بناء الإنسانية طول الوقت. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويبقى الإنسان المسلم ويبقى الإنسان المواطن الحق هو من يسعى في الحقيقة إلى صلاح الإنسانية، ويبقى شعاره زي ما ورد على لسان سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. صلاح وجودة وقدرة، وأهم حاجة لابد أن احنا طول الوقت نتكلم على جودة الإنسان. ومش جودة الإنسان هتخلق من أن الإنسان فقط يدعي الجودة، لكن لابد أن الإنسان يجعل كل الحياة اللي حواليه وكل الوقت اللي حواليه، كل المفردات اللي بتكون حوالين الإنسان، تكون مفردات بتأخذه إلى أن يعيش في إطار ماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، لابد أن كل المفردات اللي حوالينا تكون مليانة جودة. ولذلك لابد أن نتناقل المعرفة مع كل المؤسسات العالمية ومع كل الكيانات اللي بنعيش معها، وكمان لابد أن احنا نسعى لحل مشاكلنا عشان تكون الأمور على خير ما يكون. يبقى إذن بنسعى دائما عشان نكون فعلا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن نتقنه. لابد أن احنا نعمل تخلية ونعالج المشكلات، لكن في نفس الوقت لا ننسى التنمية. لابد أن احنا نجلب المعرفة وكمان نتوسع في مسألة المعرفة عشان نترقى، لأن في الحقيقة يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لابد أن يكون الإنسان دائما مترقي، لا يكفي فقط أن أنت تحل المشكلات اللي موجودة عندك في المنطقة، لكن لابد أن أنت كمان تسعى إلى التنمية بشكل حقيقي وبشكل جيد. ونفضل طول الوقت بنسعى إلى ده وما بنقفش. لماذا؟ لأن العبد الصالح الذي يعبد الله سبحانه وتعالى: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة. نحن نحلم أحلاما كبيرة لأننا عبيد الكبير سبحانه وتعالى. ولذلك سنسعى دائما إلى أن نقوم بدورنا، ونسعى دائما أن نحن نقوم بكل ما لدينا من قوة، من تبادل الخبرات وأيضا المساهمة في التنمية العالمية وليست التنمية الوطنية فقط. في سؤال جنة ووصل لنا، أني بيقول أني بنتي كل ما بيجي لها بيجي وقت الامتحان بيسأل لها كتابات على أيديها وخربشة، هل ده سحر ولا إيه بالظبط؟ الحقيقة ده ملوش أي علاقة بالسحر. إحنا عندنا دايما بيجوا يشتكوا الناس في أوقات الضغط منهم، وأوقات التعب النفسي، وأوقات الضغط، وأوقات المشكلات، وأوقات كتيرة جدا جدا لما يكون الإنسان عنده ضغوطات مكتومة، يجي يقول والله أنا بلاقي حاجات غريبة قوي، بحس بأحلام وبعدين يظهر زرقان في إيدي أو زرقان في ظهري أو زرقان في رجلي، وبحس كده بوجع في المكان ده. اصطلح أهل العلم على أن في حاجة اسمها psychosomatic disorder، اللي هو الأثر النفساني الجسماني، يعني أن يكون هناك تأثير نفسي على الجسد فيحصل أوجاع في الجسد، ويحصل بعض الأشياء التي في الحقيقة يظن الإنسان اللي هي تأثيرات لاصطدام بأشياء أو تأثيرات وهي في الحقيقة تأثيرات من داخل الإنسان إلى خارجه. زي بالضبط أنا سأضرب لكم أمثلة عشان نقرب المسافات ونقرب الحاجات اللي عندنا. أنت لما بتكون خايف أو بتكون متضايق، لما بتكون خايف لونك بيصفر، وفي بعض الأحيان لما تكون متضايق
تحت عينيك بيسود ولونك بيبقى أغمق من اللون الطبيعي بتاعك لما تكون مبسوط أو تكون فرحان. التأثيرات التي للنفس على الجسد تأثيرات مشهورة ومشهودة وأصبحت خلاص راسخة. اللي بيحصل لبنتكم ده أثناء الامتحان ما هو إلا تأثير نفساني على الجسد، وده معناه إيه؟ زي بالظبط مشهورة أو حكاية، وخاصة كان إحنا كان نقرب بيبقى عندنا حاجة اسمها اكتئاب الثانوية العامة. كان زمان عندنا كده اللي عنده ثانوية عامة بيبقى عنده شوية حاجات يحس بأنه وكأنه مريض قلب، يحس بأن نبضات قلبه فيها مشكلة، يحس أنه مش قادر يتنفس، يحس ده كله إيه اللي حاصل فيه؟ ده كله حاسس بأن هناك شيء غير طبيعي هيتعرض له وكأنه عايز يهرب من كل الضغوط ده، فبيهرب بهذه الطريقة. يبقى إيه اللي حاصل؟ لا في عفاريت ولا في جن ولا في أي حاجة خالص، كل ده تأثير نفسي جسماني. خلينا نمشي على ده، لان احنا لو ما مشيناش على ده هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا جدا. ودي باب انا بنصح الناس اوعوا تفتحوا، باب العفاريت والجن ده. الباب ده لما بيتفتح بيضيع حاجات كتيره، بيضيع الثقه بالله، بيضيع كمان ان الانسان يكون متزن. والاتزان ده اصلا ركن من اركان الحياه، فاذا ذهب الاتزان لن تذوق حلاوه الايمان. وعشان كده خليك متزن وما تصدقش الكلام ده كله، ونحاول نقرب من بنتنا ونساعدها ونبقى جنبها ونخفف عنها الضغوط. واكتر حاجه ممكن تخففوا الضغوط عنها، وانا دي نصيحتي ليكم حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انتوا تقولوا لهم ان انتوا قابلين منهم اي حاجه، ان هم اولادكم على كل حال، وان هم لو اجتهدوا كل حاجه ده اللي طالبوا منهم ربنا. يبقى اول حاجه ان هم اولادكم على كل حال، ومش هيأثر في حبكم ليهم ان يحصل اي حاجه، فينزل نص الضغط. والنص الضغط الثاني اللي هو الضغط اللي غير مناسب ان انت تقول لهم ان اجتهادكم هو ده عنوان اخلاصكم وليس وصولكم لافضل درجه ممكن تحصل، لان مش كل الناس لازم يحصلوا على اعلى الدرجات، لكن يكفي ان الناس تاخذ بالاسباب، والاخذ بالاسباب هو علامه الاخلاص. فده شيء مهم ان احنا لازم نقوله لاولادنا عشان اولادنا يطمئنوا، واولادنا كمان يكونوا عايشين في حاله سلام وفي حاله سعاده. معانا السيده ام محمد من البحيره، تتفضل. ازيك يا دكتور؟ بخير الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام يا فندم. دكتور انا في شكوى عايز اشتكيها لحضرتك. انا مش سامع. في شكوى؟ في شكوى عايز اشتكيها لحضرتك. اتفضلي. عندي ولدين. انا مش سامع. حضرتك عندي ولدين. يعني معلش حضرتك ممكن تتحركي شويه من المكان اللي انت فيه وتسمعي عشان اسمعك. سامعني كده؟ أي سامع حضرتك كده. بقول لحضرتك انا عندي ولدين. ربنا يخليهم لك يا رب. واحد متجوزه ومعاه ثلاث. استاذ ابو محمد انا يبدو لي ان قد يكون المشكله عندي، بس انا فعلا عايزك تتحركي شويه. حضرتك سامعني كده؟ ايوه اتكلمي بقى بالراحه كده، اتفضلي انا سامعك كده، اتفضلي يا ام. بقول لحضرتك الاولاني اللي هو الكبير ده قاعد لوحده بعيال. طيب. والثاني قاعد كان قاعد معايا. يعني انت عندك الولدين متجوزين، واحد قاعد لوحده هو وعياله والثاني قاعد معاكي. واحد عازب واحد متجوز. طيب يا ستي. العازب ده هو بيشتمني. لا حول ولا قوة الا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي؟ لدرجة إن هو يعني بيشتم اجتماع وحشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أم محمد. أنا بدعي لهم يعني أنا مش عارفة. معلش يا أم محمد، نرجع تاني لنفس المكان اللي أنت كنت فيه عشان أقدر أسمعك. هل حضرتك بتدعي عليه؟ انا مش فاهم انت بتدعي عليه. لا انا ما بدعيش عليه. امال ايه؟ انت بتقولي ان هو والعياذ بالله بيشتمك شتيمه مش كويسه وبيضربك والعياذ بالله. بيمسك فيا يعني لو مسكت فيه يمسك فيا. لو مسكتي فيه هيبقى حرام عليك يعني؟ انا بحاول اخمن انت بتقولي ايه. لا 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 انا بقول لحضرتك يعني انا بقول لحضرتك انا بدعي لهم انا مش عارفه انا بقى ما بتجيبش ولا في ايه. انا بدعي لهم يعني. طيب فين السؤال يا ام محمد؟ السؤال هم دلوقتي بيقولوا بعد لوحدي ماشي؟
طيب ومش عايزين يصرفوا عليا. طيب يعني انت عندك مصدر، انت عندك ورث، عندك فلوس تصرفي عليه بيها على نفسك؟ لا ما عنديش. طيب الله. فانت بتسالي هل يجوز ان هم يسيبوكي من غير ما يصرفوا عليكي ولا لا؟ هجاوب حضرتك يا ام محمد. هو ده سؤالك؟ اه هجاوب عليك يا ام محمد. بص يا ام محمد، احنا عندنا الفرع والاصل، ان الفرع اللي هو الاب وان علا والام وان علت، لو والفرع كذلك لو حد فيهم افتقر وما قدرش يصرف على نفسه، لا يجب عليه على فرعه او اصله ان هو ينفق عليه اذا كان هو قادر على النفق. عندنا شرطين، الشرط الاولاني ان الشخص ده ما يكونش قادر على الاكتساب، والشرط الثاني ان هو يكون افتقر مش قادر، لا معاه فلوس وهو ما يكونش قادر على الاكتساب. فاذا كنت انت مش قادر تكتسب، مش قادر تشتغل ولكن تكتسب المال لسبب او لاخر، ما عندكيش ما تعلمتيش حاجه او ما عندكيش فرصه تتعلمي او ما عندكيش اداه ومش عارفه تكتسبي، وانت كمان ما عندكيش فلوس، يجب عليهم ان هم ينفقوا عليكي. طب لو ما انفقوش عليكي وهم قادرين ان هم ينفقوا عليكي، يبقوا اثمين شرعا. يبقى اثمين ايه؟ شرعا، لقوله تعالى: وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فذلك امر من الله سبحانه وتعالى ان يحسنوا اليكي. فمعنى ان هم يحسنوا اليكي اذا كنت انت مش قادر على الانفاق ومعكيش مال تنفق بيه على نفسك، مش قادر على الاكتساب وما عندكيش مال بيه تنفق على نفسك، يجب عليهم ان هم ينفقوا عليكي. معانا السيده ام محمد برضو من القاهره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام محمد. الله يخليك، والله بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا جوزي كان مريض، قعد سنتين مريض، مرض اللي هو المرض الخبيث ده. نعم. تعبت جدا جدا يعني في الفتره اللي هو كان تعبان فيها. طيب. وبعدين حضرتك اتوفى. الله يرحمه. ثلاث شهور، الله يخليك. الله يرحمه. ولادي اتوفى من ثلاث شهور. ايوه، ولادي وعمامهم صمموا، او عيالي مش موجودين في مصر. فعمامهم قالوا لهم امكم تتسبش لوحديها، لان انا عندي 77 سنه. صغيره لسه شابه يا حاجه. وتعبانه يعني، انا نفسي مريضه. طيب. وما ألف سلامة. حد لا بيخدمني ولا حد كده يعني. ألف فقالوا سلامة. فقالوا لهم، انا كنتش اعرف الموضوع ده. قالوا لهم لازم امكم حد فيكم ياخدها معاه، ما تسيبوهاش وانتوا ماشيين. فخدوني. هم يعني انت سافرت البلد يعني؟ ايوه سافرت بره مصر. بره مصر، بره في الخارج يعني؟ ايوه. فانا لما رجعت، انا قعدت شهر وشويه، لما رجعت انا فوجئت، الناس بيقولوا لي المفروض ما كنتش تسيب البيت. طيب انا هكلم حضرتك، انت عايز تعرف الحكم دلوقتي؟ الله يبارك لك. لان بص يا حاجه، بص عرفت تعبانه قوي. طيب واحدة واحدة بس، هدي بالك دلوقتي. اتفضل. انت دلوقتي خليني امشي معاكي، خليكي معايا على التليفون دلوقتي شوية عشان اسأل. انت دلوقتي عندك علاج بتاخديه ايوه. طيب انت بتقدري تخدمي نفسك ولا لا؟ بقدر اخدم نفسي، بس ما اقدرش انزل اجيب حاجة. هل حد ممكن يجيب لك الحاجة في البيت؟ صعب، صعب حضرتك. يعني ما حدش يقدر يجيب لك الحاجة في البيت؟ لا صعب. في نفس الوقت طب انت ممكن معلش اسمحي لي بعد اذن حضرتك، ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء. الله يخليك يا رب. انت لو قاعده لوحدك ممكن تتعرضي للخطر لوحدك؟ ما انا بقول لحضرتك انا عندي ربو كمان، فبقى بيجيني ازمات بالليل، ويعني ظروفي انا لو اعرف ان انا المفروض ما اروحش. لا خليه جاوب على اسئلتي بس، مالكيش دعوه يا حاج الاول ده، سيبك دلوقتي من كل ده، وعشان كده انا مخليكي معايا على التليفون عشان اسالك. انت ممكن تتعرضي للخطر لو انك انت عايشه لوحدك؟ الخطر ده بتاع ربنا. انا ايوه ايوه يا حاجه، يعني انا بقول لك يعني ممكن تتعرضي لازمات ربو. ايوه ايوه ايوه، ازمات ربو وتبقى خطر عليك. ايوه بالظبط كده. هل اولادك مش قادر ما يقدروش يوفروا لك جليس يبقى معاكي؟ لا ما حدش جاب السيره دي خالص. هو كل زي ما قلت لحضرتك، عمامهم قالوا لهم امك ما تسيبش الوقت، ما تسيبش الوقت. طيب يا حاجه خليني بس اقول لحضرتك حاجه، لو كنا قادرين نوفر حد يبقى معاكي هنا في بيتك وما تخرجيش من بيتك، مش ما تخرجيش، ما تسافريش، ايوه لكان ده الاولى. طيب. اما وان احنا عملنا الكلام ده واحنا مش عارفين الحكم ده، لا واحنا مش عارفين الحكم ده، احنا معتبرين ان احنا بنحافظ على صحتك. لازم تركزي معايا يا حاج. ايوه معاك. هم
عملوا كده لان هم شايفين ان هم خايفين على صحتك من انك انت يحصل لك اي خطر. ايوه. فهم نقلوكي الى ما يسمى بالسكن الامن. احنا عندنا المراه المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 في بيت الزوجيه الذي توفى عنها زوجها. أيوه. اللي هو البيت اللي انت رجعتي له دلوقتي يا حاج. ايوه. اما وان انت بقائك في البيت ده كان في تقديرك وتقديرهم ان ده في خطر على حياتك. ايوه. فخروجك لبيت امن ده جائز. اتفضل. يعني خروجك ان انت خرجتي الى بيت امن ده جائز. وليس معنى ان انت لما خرجتي الى بيت امن ان انت لازم تفضلي فيه على طول، لا، انت خرجتي البيت امن لغايه ما بقت صحتك وان انت ان شاء الله ما يحصلكيش اي نوع من انواع اثار صدمه ما بعد الانتقال، فلما اطمأنوا عليكي رجعتي تاني الى بيتك اللي انت فيه دلوقتي. ايوه اتفضل. هو ده اللي حصل؟ ايوه بالظبط كده. طيب يا ستي انت ما عليكيش اثم ولا اللي حصل دوت فيه حاجه، احنا اللي عملنا احنا زي بالظبط واحد تعب واخدناه في المستشفى عشان نحافظ على حياته. فانت يا حاجه محمد انت ما عليكيش اسم، ولان انت خرجتي الى بيت امن لان حفظ النفس هو المقصد الاول من مقاصد الشريعه. ولذلك احنا لازم نحافظ على انفسنا ولا نلقي بانفسنا الى التهلكه، بما انك انت مش قادره تخدمي نفسك. وفي خطر على حياتك لو بقيت لوحدك مع السن اللي حضرتك فيه ده، وان ما حدش هيقدر يخدمك غير اولادك، فروحت مع اولادك فلما اطمئنوا على صحتك وممكن يكون الظرف اللي حواليك اتغير رجعتي الى نفس المكان تاني فلا بأس، وان شاء الله ما يكونش عليك اثم ان شاء الله. استاذه مين؟ استاذه ناهد تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ناهد تفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. أنا أمي متوفية بقالها 7 سنين. بقالها قد إيه؟ 7 سنوات. رحمها الله، ربنا يجعلها في فسيح الجنات إن شاء الله. يا رب. كانت حكت لي في مرة وأنا مخطوبة. كان إن هي خدت مبلغ من جوز أختي، كان بيسافر. طيب. وكان حط فلوس في حتة معينة يعني، وراحت خدت منه مبلغ من ورا أختي ومن ورا جوز أختي. يعني اخذته من غير اذنهم هما الاثنين. وهي جالت لي على كده وجابت لي منهم جهاز، حاجه من جهازي. طيب. مخطوبة. طيب. وهي حكت لي على كده، قالت اني خدت 400 جنيه من فلوس مثلا خطيب اختك. سين، من فلوس سين مثلا. من خطيب اختك. طيب. وقالت لي وجبت بيهم ايه حاجه الكي في جهازك. طيب. فانا قعدت اقول لها حرام ومش كنت تعملي كده وكده. فأنا دلوقتي ال 400 جنيه دول اديهم لاختي او لجوز اختي؟ بصي يا ستي. أيوة. دول دين على والدتك. ايوه. بدل ما هي اعترفت لك ان خدت ال 400 جنيه دول من غير اذنهم يبقى ده دين عليهم. أيوة. لازم الناس تفهم. أيوة. كده. وان انت لما هترديها ان شاء الله ده هيكون سبب رحمه لوالدتك. لان ده طيب. أنا بحسن على أختي كتير وبعطف وبديها لأن هي محتاجة وكده، بس لازم أديها 400 جنيه دول بالذات؟ لا، أنت دلوقتي أنت الفلوس اللي فاتت، اسمعي بس ركزي معايا، ركزي معايا يا ست نهاد، الفلوس اللي أنت اديتها لها اللي فاتت دي كنت قاصدة إن أنت ترجعي لها فلوس والدتك ولا لأ؟ لا. خلاص، يبقى الفلوس اللي فاتت دي مالناش دعوة بيها. أيوة. يبقى المرة دي الفلوس اللي جاية بقى تنوي تقولي لها خدي الفلوس دي، ووعي تقولي لها الفلوس دي اللي خدتها أمك من وراكي أنت وخطيبك لما كنتوا مخطوبين من 7 سنين. ما تعمليش يعني كده. مش هقول لها. ما تقولي لهاش. لا. طيب عندي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت. بس أنت وبترجعي الفلوس يبقى نيتك أن أنت بترجعي لهم الفلوس. ماشي يا دكتور. طب عندي سؤال تاني. التاني دلوقتي كان جوز اختي يعني الاسبوع ده اتشكل معاها وقالت له طلقني. طيب وبعدين؟ قالها روحي وانت طالق. والله يعني هو اي حد يقول له حد طلقني يروح قايل له روحي وانت طالق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. خليه يتصل بينا عشان اعرف اقول لك ايه، مش هقدر اقول لك انت لان دلوقتي انت بتقولي لي بطن بنت خالتي وجعاها، ممكن نوديها اروح نكشف الدكتور عندها، الدكتور هيقول لك ايه؟ هاتي بنت خالتك عشان نكشف عليها، صح؟ صح. طب هي محرمه عليه دلوقتي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله يا حاجة نهاد. ايه حاجة نهاد لازم نعم يا جوزها هو اللي يسأل، وعشان جوزها ده هيتسأل شوية سؤالات عشان نعرف نجاوب عليه. ماشي يا دكتور. ماشي، ربنا يحفظك يا حاجة نهاد. في سؤال جانا على الصفحة بيقول إن هي تعبت وجوزها مسافر وهي مش عارفة تعمل إيه. فهي اللي حاصل هنا عندنا أزمة اسمها أزمة الغربة، يعني أزمة الغربة إن الناس تبعد عن بعض ومتصورين إن هو كده بيعمل اللي عليه وإن هو بيتغرب علشانهم وكده. لا، إحنا أصلا لازم نفهم إن حتى مش بس علماء النفس، بل أصلا سيدنا عمر من بدري قال إن حتى لو في الغزو اللي هو شيء ضروري عشان نحافظ على كيان المجتمع، ما ينفعش إن المرأة تفضل من غير جوزها أكتر من 6 أشهر. فكرة بقى إن الزوج يروح وأنا ما شفتش، خليني أقول لكم بقى تجربتنا في الإرشاد الزواجي بعد ما أقول لكم. لا، أنا شايف إن ما يصحش إن الزوج يترك زوجته كده لغاية ما تتوجع التوجع ده. ده فتنة والعياذ بالله. التوجع بالطريقة دي اللي تشتكي منه الزوجة ده توجع يفتن، مش توجع يفتن بس، ده توجع يألم ويوجع ويخلي الحياة متكدرة ويخلي الحياة والعياذ بالله مليانة مرار. حتى الفلوس اللي بتيجي ما تبقاش الواحد يحس بيها لأنها جاءت والعياذ بالله بالمرار والتعب والأذى والألم وسهر الليل والواحد مش لاقي حد ممكن يشتكي له ولا يقدر ياخد رأيه ولا يحكي له. ومحدش يقول لي ان وسائل التواصل الاجتماعي حلت مشاكل، ما بتحلش مشاكل. احنا لازم نعيش مع بعض، والناس اذا ما عاشتش مع بعض ما يبقاش في حياة. فانا شايف ان زوجها الحل بسيط خالص، ان هي ترحل لزوجها مهما كانت التكلفة، او زوجها يرجع. طب زوجها مش هيرجع، ترحل تروح لزوجها مهما كانت التكلفة. بدل هي سألت السؤال ده وقالت ان هي تعبانة يبقى لازم نجمع الشمل. ما تنفعش حتى في القوانين، ده في القوانين في البلد الواحدة ممكن واحدة تقدم ان هي عايزة تتنقل في الوظيفة عشان لم شمل الأسرة فيستجاب لها وتتنقل، فما ينفعش. فرجاء من هذا الصديق العزيز والأخ الكريم ان لم شمل الأسرة، ويعتبر ده تطبيقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. رعيتك تتوجع، تتألم، تتأذى، تغور الفلوس إذا كانت مغموسة بوجع الأحبة. الفلوس دي لا تساوي شيء، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. يا سادة، الفلوس لن تصنع محبة. الفلوس رمز من رموز المحبة، بس هتعمل إيه الفلوس مع قلوب موجوعة؟ لازم نتقي الله سبحانه وتعالى، والراحمون يرحمهم الرحمن تعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا سادة، اللي احنا بنقوله وبنأكد عليه دايما ان احنا يا سادة مش بس محتاجين فلوس، احنا محتاجين كمان نقاء النفوس، محتاجين كمان ان احنا ما نتفتنش ولا نفتن. خلي بالكم من أحبابكم، الوقت ده محتاج إن احنا نقرب من بعض، محتاجين نتنسم أنسام جمال أخلاق حضرة النبي، عايزين نتنسم أنسام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، نتنسم أنسام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نتنسم أنسام وجعل بينكم مودة ورحمة. يا رب اجعلنا في هذه الأوقات لا يلمس أحد أيدينا وإحنا نسلم عليه، ولا ينظر في عيوننا وإحنا بننظر إليه، ولا يمشي في طريقنا وإحنا ماشيين بجواره إلا ويحس بإن إحنا رحمة ليه، إلا ويحس بإن إحنا رأفة عليه، إلا ويحس بإن إحنا سند وأنس معاه. يا رب اجعلنا في الزمن ده من اللي يعيشوا أجمل عبادة، إن هم ينشروا الرحمة والسلام والراحة والمساندة والوئام بين الناس. اجعلنا يا رب رحمة، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اجعلنا
رحمتك في عبادك يا رب العالمين.